طيب هجيب عندي حتة لحمة عادية جدا، اقطعها سلايس زي كده يا حمادة اهو، شايف السلايس عامل ازاي؟ فريش، لحمة واضحة جدا ما فيهاش أي صعوبة. طبعا حتة اللحمة دي أنا ماشيها عندي صينية، ماشيها عندي ورقة لحمة، ماشيها عندي يعني لو بططتها ماشيها عندي اسكالوب، يعني في إيدينا نقدر نشتغل بيها في كذا حاجة. فلفل أسود، مجروش، سنة ملح مش مذكورة ولكن نبقى اسمنا حاطين ملح، وعندي كمان لو حبيت أحط عندي فص ثوم، ده يغير ملامح الطعم خالص. حلو الكلام، وأروح مقلبهم مع بعضيهم كده، واروح عامل عليهم ايه؟ جايب عليهم حبه ميه البصل دول في بوله اكبر شويه كده اهو، وابدا اعمل كده، شايف حماده؟ اه، واغطسها في قلب الميه عشان تشرب على قد ما تقدر، وبعد كده بروح سايبها برده في قلب الميه، وسايبها كده على قد ما اقدر، ربعايه نصايه، انا المستفيد في الاخر في فكره تتبيله اللحمه، وتاخد وقتها برده وتبقى ليها نفس وليها طعم كويس قوي. أوه. عشان تشم ريحة الشوي يبقى لازم مية بصل وملح وفلفل بس، ما بهزرش والله، هو كده، هو ريحته كده. هتقول لي يعني الكبكبي بيعمل كده؟ اقول لك والله ما بيعملش غير كده. شوف انا موضوع الكبكبية ده يعني شبه ان انا درسته، ما بهزرش والله، يعني عارفهم كلهم وكلت عندهم كلهم وصورنا مع بعضهم يعني. فالسر مش في التتبيلة، والسر مش فكرة مية البصل والملح والفلفل اللي هو الطبيعي ان بعض الناس بتعمله ما بيطلعش زي ما هم متوقعين. لو حابب كده حابب، مش حابب انا هشتغل بيهم عادي جدا. اجيب طبق وهبدأ هغرف اول حاجة لحضراتكم. الرز منتهى السهولة والبساطة، ادي الرز عندي المسلوق، هعمل كده اهو